أهلا بكم. انقطاع الكهرباء في العراق أزمة متجددة دوما كل صيف، رغم إنفاق أكثر من 80 مليار دولار على ملف الكهرباء في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن دون أي تحسن. هل توجد حكومة محترمة في أي بلد من بلدان العالم تصرح وتبشر الشعب بأن في الصيف سيكون هناك كهرباء؟ الكهرباء تعتبر من أبجديات الحياة الإنسانية في كل بلدان العالم، ولكن في العراق أليست المحطات الغازية موجودة؟ أليس العراق يدفع المليارات لإيران، بل وحتى إنشاء محطات لتوريد الطاقة داخل إيران من أجل أن يستورد العراق من إيران الغاز والوقود؟ أي ذلة هذه؟ فلماذا لا توجد كهرباء في العراق رغم دفع وتدفق كل هذه المليارات من الدولارات من أموال الشعب وليست من أموال الحكومة؟ من المستفيد من تبخر 80 مليار دولار إذا لم تكن أكثر على ملف الكهرباء؟ وإلى أي مدى تستفيد الجارة المدللة إيران؟ وإلى أي مدى يستفيد النظام الإيراني من بقاء ملف الكهرباء مفقوداً في العراق؟ لجنة الطاقة النيابية طبعاً في الحكومة، انتقدت وزارة الكهرباء بسبب إعطاء وعود وهمية من غير تنفيذ، ودعت إلى تغيير المديرين العامين في وزارة الكهرباء بسبب انتماءاتهم السياسية. نتساءل عن الكهرباء في العراق، لماذا تبقى أزمة متجددة طوال أكثر من 20 سنة أو منذ عام 2003 وحتى الآن؟ هذه القضية نضعها تحت الضوء، وسيكون معنا كل من الدكتور دريد عبد الله الباحث في مجال الطاقة. مرحبا بك دكتور. أهلا بك. والأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي ضيفي عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ أحمد. حياك الله يا مرحبا. وأرحب بضيفي عبر سكايب الأستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك أستاذ عبد الله. أهلا بك. مشاهدينا الكرام، نتابع سويا هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. هذا العراق تتفاقم أزمة الكهرباء المتكررة رغم إنفاق أكثر من 80 مليار دولار على ملف الكهرباء دون أي تحسن يذكر، سوى تصريحات خاوية بشأن الاستعداد لموسم الصيف لتأتي النتائج مغايرة للواقع كما هو الحال في كل موسم. المواطنون من أهالي منطقة أهل الشط بمحافظة القادسية تظاهروا احتجاجا على استمرار انقطاع التيار الكهربائي، فيما خرج العشرات من قضاء الرفاعي شمالي محافظة ذي قار احتجاجا على تردي واقع التجهيز من التيار الكهربائي وانقطاعه في بعض المحافظات إلى نحو 3 أيام متواصلة، بينما دعت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية إلى تغيير بعض المديرين العامين في وزارة الكهرباء بسبب انتماءاتهم السياسية التي يتعاملون بها في وظائفهم أكثر من عملهم الفني والمهني، ويتعاملون على أساس الولاء الحزبي وانتماءاتهم وارتباطاتهم بجهات سياسية أكثر من تعاملهم كفنيين في وزارة تعتمد على الطابع الفني والمهني قبل كل شيء. من جانبها، انتقدت لجنة الطاقة النيابية الحكومة ووزارة الكهرباء بسبب إعطاء وعود وهمية لا تنفذ على أرض الواقع، موضحة أن الحاجة الفعلية للعراق أكثر من 40,000 ميجاوات، وما ينتج الآن يصل إلى نحو 26,000 ميجاوات، وهو لا يكفي لسد حاجة الكهرباء قياسا مع نسبة عدد السكان. في خضم تلك الأزمات التي تثقل كاهل المواطن، يضطر أغلب العراقيين إلى الاعتماد على مولدات الكهرباء الخاصة التي تكلفهم الكثير من المال،
ما أثار موجة غضب شعبية تجاه الحكومة ووزارة الكهرباء بسبب وعودهما الوهمية بتحسن التيار الكهربائي، فيما تستخدم إيران ملف الكهرباء كورقة ضاغطة لتحقيق مصالحها في العراق. أبدأ معك دكتور دريد عبد الله، الباحث في مجال الطاقة. دكتور، يعني المحطات الغازية في العراق أليست موجودة؟ الغاز في العراق أليس يعتبر ثروة قومية؟ أليس العراق بلدا غنيا بالنفط والوقود والغاز وإلى آخره والثروات المعدنية والثروات البشرية؟ لماذا لا توجد الكهرباء على منذ عام 2003 وإلى الآن في أزمة متجددة كل صيف؟ تحياتي للجميع. السبب هاي الانقطاعات في الطاقة الكهربائية خلال هذه 21 سنة السابقة تعزى إلى ثلاث مشاكل أو ثلاث جبهات. الأولى وهي الأهم هو سوء الإدارة، والثانية وهي كذلك لكن أقل أهمية هي قلة التخصيصات، والثالثة سوء حالة الشبكة الكهربائية بكل بالخمس قطاعات التي تملكها. هذه هي مشكلة العراق الثلاثة، لا يمكن فصل أي وحدة عن في لقط. فقط في نقطة للتوضيح، يعني 80 مليار دولار صرف على ملف الكهرباء على مدى هذه المدة تقريبا التي ذكرتموها، ماذا تعني بقلة التخصيصات؟ يعني لنقل إن 20 سنة الأخيرة تم صرف 40 مليار لكل 10 سنوات، بمعنى أنه 80 مليار، وهي ليست كذلك بالضبط، هي حوالي 130 مليار مع النفقات التشغيلية تصبح حوالي 130 إلى 140 مليار. لكن لو لاحظت أنه لو قارنتها مثلا بالعشرين سنة اللي العشر سنوات في من عمر الثمانينات، العراق كان 13 مليون إنسان، وكانت الكهرباء 1.6 جيجا، وصل الإنتاج إلى 9 جيجا خلال العشر سنوات. ما الذي دفعه العراق خلال هذه السنة العشر سنوات؟ دفع العراق 3 أضعاف ما تم دفعه في العشر سنوات، أحدى العشر سنوات اللي نتكلم عليها، اللي هي العشر سنوات من 2010 إلى 2020 أو 2014 إلى 2024 ومن 2003 إلى 2013. يعني المشكلة كذلك تخصيصات، الضعف في التخصيصات هي جزء من مشاكل الكهرباء العراقية. الكل يجمع الأرقام في 20 سنة ويقول إنه مثلاً العراق في خلال 20 سنة صرف حوالي 130 أو 140 مليار دولار ككل تخصيصات استثمارية زائد التخصيصات التشغيلية، لكن في نفس السنوات هذه اللي نتكلم بها السعودية صرفت 270 مليار، وهي أقل من عندنا، يعني عدد سكان السعودية أقل من سكان. بالتالي ليست المشكلة فقط في سوء الإدارة وغير يعني تهالك المنظومة، كذلك مشكلتنا في قلة التخصيصات المالية. نعم، ابقى معي دكتور دريد، سوف أعود إليكم. أستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، مرحبا بك مرة أخرى. ما مشكلة الكهرباء في العراق؟ هل هي قلة تخصيصات؟ هل هي سوء إدارة؟ سوء الشبكة الكهربائية على اعتبار أنها يعني تم صناعتها في أحقاب قبل الاحتلال، حيث لم تتعب حكومات ما بعد الاحتلال نفسها ولم تصرف قرشا واحدا على البنية التحتية للطاقة وللكهرباء بحسب ما يقول بعض المتخصصين؟ أستاذ أحمد تسمعوني؟
أتحول بالسؤال للأستاذ عبد الله السلمان إلى أن يجهز الأستاذ أحمد الجميلي. أستاذ عبد الله سلمان. نعم أسمعك. تسمعني أستاذ أحمد؟ عذرا أستاذ عبد الله سوف أعود إليكم. أستاذ أحمد، ما سبب تجدد أزمة الكهرباء في العراق؟ هل هي قلة تخصيصات؟ هل هي سوء إدارة؟ أم فساد حكومي أم ماذا؟ نعم، يعني أسباب استمرار تردي الكهرباء يعني كما ذكرت يعني، وهذه الأسباب التي ذكرتها حضرتك هي غيظ من فيض في الحقيقة. هذه المشكلة أصبحت مشكلة عويصة ومستمرة للعراقيين. اليوم العوائل العراقية يعني تعيش وسط، أصبحت درجات الحرارة تلامس 50 درجة مئوية، وهذه العوائل التي تعيش في بلد يعتبر من أغنى دول العالم تعيش بلا كهرباء. هذه الحكومة، الحكومة الحالية والحكومات السابقة فشلت وعلى مدى أكثر من 20 عام في تأمين أبسط حقوق المواطن العراقي ألا وهي الكهرباء. المشكلة تتلخص في أن هنالك الفساد، الفساد الإداري الذي سيطر بالذات على وزارة الكهرباء، فهو أحد أسباب استمرار تردي الكهرباء. الأسباب الأخرى تتعلق من أن هنالك أموال طائلة صرفت على إصلاح البنية التحتية التي هي بالأصل بنية تحتية متهالكة في العراق. المحطات قديمة وخطوط النقل قديمة، وهذه الحكومات لم تفكر أصلاً في تأسيس بنية تحتية جديدة تواكب التطورات. أستاذ أحمد إذا سمحت لي، هناك يعني البعض من المتخصصين في مجال الكهرباء والمهندسين يعني ذكروا بعض المعلومات، ولكن لم نتأكد من مدى دقتها، ولكن في حالة الوصف أو صنع التقارير الوصفية يقولون بأن الحكومات ما بعد 2003 لم تقم بإصلاح شبكة أو البنية التحتية لمنظومة الكهرباء في العراق، بل اعتمدت على ما سمتها بمافيات المولدات الأهلية التي استحوذت على أموال الناس بمليارات الدولارات إذا حسبتها من يعني على مدى 21 سنة. نعم بالتأكيد، يعني الحديث عن المولدات الأهلية يعني هو فصل آخر من فصول وأشكال الفساد المالي والإداري الذي يعني أنهك كاهل العائلة العراقية، وأصبحت العوائل العراقية يعني شهريا تنفق آلاف الآلاف وتقتطع أجزاء كبيرة من مدخولها الشهري من أجل الإنفاق على توفير الطاقة الكهربائية. اليوم هنالك مؤشرات كثيرة وشخصتها الحكومة الحالية، وهنالك مؤشرات أكيدة عن تورط أصحاب ومافيات يمتلكون مولدات أهلية في عملية التحكم بتزويد الطاقة الكهربائية من خلال المحطات الحكومية ضد المواطن. يعني تآمر صاحب المولدة مع مدير المحطات الكهربائية ضد العوائل العراقية من أجل سرقة أموالهم بشكل منظم شهريا. نعم، ومع ذلك الكهرباء غير موجودة سواء في المولدات الأهلية أو في الكهرباء التي تسمى بالكهرباء الوطنية، لا توجد ومعدومة في فصل الصيف. أستاذ عبد الله السلمان مرحبا، مرحبا بك مرة أخرى. يعني في أي حكومة من بلدان العالم، وأنتم في أوروبا، يعني أي حكومة محترمة في بلدان العالم المحترمة تعد شعبها بأنه بشرى سارة سوف نجهزكم بالكهرباء في فصل الصيف ولا توجد معاناة، يعني وهي من أبجديات الحياة الإنسانية الكهرباء، ومن أبجديات الحياة التي تتطلب نهضة، تتطلب تنمية، لأنه لا توجد تنمية بدون كهرباء. يعني هل من المعقول على مدى 21 سنة تكون وعود لا تنفذ على أمر الواقع والكهرباء غير موجودة؟ ما السبب برأيك؟ تحية طيبة لحضرتك ولضيوفك الأكارم. أخي الكريم، الإشكالية الأساسية هي
في استراتيجية الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق. الاستراتيجية الأمريكية تقول أنه، وأعلن عنها جيم سبيكر في تسعينيات القرن الماضي لما عندما كان وزير خارجية أمريكا بان حكم جورج بوش الأب، وقال نحن سنخرج العراق خارج التاريخ. هذه الاستراتيجية استخدمت بعد الاحتلال، واستخدمت الكهرباء كأحد وسائل إعادة العراق خارج التاريخ، لأنه مثل ما تفضلت حضرتك هو يمنع النهضة العراقية بكل أنواعها، لأنه كما تفضل ضيفيك الكريمين أنه الكهرباء تتعلق في الصناعة والزراعة وكل مرافق الحياة الحيوية، واليوم الإنسان بدون كهرباء لا يستطيع أن يستعمل أبسط الأدوات، وبالتالي تعيق حياته بشكل كامل ولا يستطيع ممارسة الحياة الطبيعية. أما بالنسبة إذا هذه هي الاستراتيجية الأساسية التي تتفق معها إيران وأمريكا بمنع نهوض العراق وهو استخدام الكهرباء وتشجيع الفساد عليه، هذه من ناحية السياسية. أما إذا جئنا أريد نضع مقاربات ما بين الدول الأخرى، يعني لا نذهب بعيدا إلى أوروبا لأنها نقول هناك الفارق التطور الصناعي الكبير، لنضع مثلا المملكة المغربية. المملكة المغربية اقتصادها لا يشكل ربع من اقتصاد العراق، لا تجد قرية في المغرب يعني لا يوجد فيها كهرباء، لا توجد عندهم مشكلة كهرباء. فإذا المسألة مسألة إرادة سياسية، لا تمتلك الحكومة إرادة سياسية، وكل الوعود هي تعتبر أنها هي تضحك على الشعب العراقي وتهين الشعب العراقي بالوعود التي لا تطبقها، وبالتالي هي إرادة سياسية بقهر الشعب العراقي من خلال استخدام الكهرباء. هذه هي المشكلة الأساسية التي يعاني منها الشعب العراقي، أن الإرادة الدولة إرادة يعني السلطة ليس مع مع المواطن العراقي. نعم، ابقى معي أستاذ عبد الله، فقط سوف أعود إليكم لإيضاح موضوع الإرادة، هل هو إرادة أم قدرة على اتخاذ القرار أم تبعية أم ذلة؟ يعني عندما يكون هناك كلام وحديث عن مشروع تزويد الأردن التي لا تملك غاز ولا تملك نفط، تزود العراق بالكهرباء، وحديث آخر من رئيس وزراء سابق بالحكومات المتعاقبة وهو الكاظمي عندما يتحدث عن تزويد إيران أو إنشاء مشاريع داخل الأراضي الإيرانية وتزويدها لصناعة محطات طاقة وبالتالي يتم استيرادها من إيران، يعني كلام لا يدخل عقل واعٍ. ولكن لنتحدث إن شاء الله معكم عن هذا الموضوع فيما بعد، اسمح لي أنتقل للدكتور دريد. دكتور دريد، يعني كما هو معلوم بحسب ما يصف الكثير من الخبراء بأن الكهرباء تمثل الجهاز العصبي لنهضة أي بلد وأي شعب، جهاز عصبي تشغل الكهرباء الزراعة ومواطير يعني محطات المياه ومحطات كل المحطات المتعلقة بالقطاع الزراعي والقطاع الصناعي وإلى آخره. يا ترى من وجهة نظركم لو كان العراق فيه تيار كهربائي مستمر على غرار أي دولة، على غرار الأردن التي ليس فيها يعني من موارد العراق، وعلى غرار أي دولة من دول الخليج التي أيضا تعتبر دول نفطية، يعني كيف سيكون حال العراق لو كانت الزراعة وكانت الصناعة وكان تشغيل الأيدي العاملة وفرص العمل، كيف أثر ملف الكهرباء على زيادة معدلات الفقر ووصول العراق إلى مصافي هذه الدول المجاورة؟ بالتأكيد عدم الاستقرار في المنظومة الكهربائية هذا أدى إلى أنه العراق خلال الفترة السابقة يخسر سنوياً حوالي 45 مليار دولار في كل قطاعاته بسبب ضعف البنى التحتية للكهرباء. وسأقول لك شيء يعني قد يكون مضحك مبكي،
سمعت قبل شوية من حضراتكم إنه اللجنة النيابية العراقية تقول إن العراق يحتاج 40 جيجا لكي تستقر منظومته الكهربائية، ولكن الإنتاج قد يصل إلى ما أعرف اللي قالت، إذا ممكن تقول لي علي كم الرقم اللي ما ينتج يصل إلى نحو 26 ألف ميجاوات. هذا ليس صحيحا تماما. فتقرير وزارة الكهرباء الرسمي على موقعهم الرسمي يقول التالي: لدينا 82 محطة بين استثمارية وبين حكومية، 82 محطة تعطي قدرتها التصميمية مثل عداد السيارة اللي قدرته 220 ما تقدر توصل به أكثر من 160. القدرة التصميمية لها 27 جيجا. العراق ينتج مع كل محطاته الاستثمارية، يعني الخاصة والعامة والحكومية كلها، ينتج 15 إلى 16 جيجا. ما يصل للتوزيع للمواطن هو 6.5. نحن نتكلم عن 6.5، ما لك علاقة بالأرقام الثانية. العراق يستلم أو يتم توزيع 6.5 جيجا فقط من الكهرباء على المواطنين، ما غيره عبارة عن خسائر. لا وجود لأرقام فوق العشرة أصلا، ولا حتى فوق السبعة هذه السنة أو السنة السابقة أو السنة اللاحقة. لا وجود لهذه الأرقام، والدليل على هذا هو الانقطاعات الكارثية الآن في كل المحافظات العراقية. العراق يعني، وشيء ثاني مهم أيضا أقوله، العراق بلد نفطي، نعم، ليس بلدا غازيا، بمعنى أنه كل الدول النفطية عندها نقص بالغاز معظمها. طيب دكتور مثل ما تفضلتم فقط في هذه النقطة، يعني العراق ليس بلدا غازيا، وهذا يعني هذه جملة علمية لنستفيد منكم أكثر فيما يتعلق بموضوع الغاز المصاحب، يعني الغاز المصاحب الذي يذهب هباء منثورا. يتحدث بعض الخبراء، ولا أعرف ما مدى صحة ذلك من الناحية العلمية، عن أن هذا الغاز الذي يذهب أو يحترق في الهواء بإمكانه أن ينتج فرص عمل لخمس بلدان عربية وليس للعراق وحده، ولكنه يحترق في الهواء. حقيقة خلي نحكي على 2024، العراق 2024 ينتج حوالي 4,200,000 برميل يوميا. الغاز المصاحب الذي يخرج مع النفط المنتج هو حوالي 30 مليار متر مكعب. هذا الغاز المصاحب لو افترضنا انه 100% منه تم معالجته وتحويله الى غاز يعني يسموه الغاز الجاف. نعم غاز الجاف اللي يدخل من الممكن، يعني من الممكن ادخاله الى محطات الكهربائيه وتشغيله. لو اردت تحوله حيكون الكميه حوالي بين 19 الى 20 مليار متر مكعب. هذا الرقم يعني ما اريد اقول لك، لكنه هو صغير جدا. العراق ينتج الان في هذه اللحظه حوالي 13 مليار متر مكعب سنويا، ومن الممكن خلال الخمس سنوات المقبلة أن يصل إلى حوالي 17 مليار متر مكعب، وإلى السبع سنوات المقبلة سيصل إلى 19 أو 20 مليار متر مكعب. وهذا كله 20 مليار وليكن 20 مليار متر مكعب لن يكفي العراق لا حاليا ولا مستقبلا في بتشغيل منظوماته الكهربائية. نحتاج الاستيراد، كل الدول من كويت إلى الإمارات إلى عمان إلى البحرين كلها تستورد الغاز. نحن لسنا غازيين، إذن يجب علينا لكي نسد حاجتنا من الغاز وتشغيل منظوماتنا الكهربائية يجب علينا أن نستورد الغاز من قطر، من إيران، من تركمانستان، من روسيا، أيا كانت. ونحن لدينا الآن في هذه السنة وفي السنة السابقة وستكون لدينا نقص
إذا نحتاج إلى زيادة الاستثمار، وهذا ما يحدث الآن في إنتاج يعني إنتاج الغاز من الغاز المصاحب، وهذا وصل إلى مراحل متقدمة. لكن مع هذا لا تكفي، نحتاج إلى تطوير منظوماتنا وزيادة إنتاج النفط لكي نزيد إنتاج، وبالتالي تزيد كمية الغاز المصاحب، وبالتالي زيادة الغاز الجاف المستخرج منه. لكن الآن نحتاج بشدة إلى الغاز المستورد، إذا كانت من تركمانستان أو إيران أو من أي بلد. العراق ليس غازيا، لذلك يعني تصور نحن نحتاج اليوم 24 مليار، العراق ينتج منها 13، ونستورد حوالي 8.5 من إيران، يعني 21. إذا النقص لدينا الآن مع استيرادنا مع إيران حوالي بين 10-15% من الكهرباء. طيب، فيما لو طورت المنظومة الكهربائية فأنت ستحتاج إلى ضعف هذا الرقم، وهذا الرقم ما يجي من خلال الاستثمار الداخلي. طيب دكتور فقط يعني كسؤال، يعني هذه المشاكل والأزمات المتجددة لماذا لم تكن موجودة قبل حصار العراق؟ يعني نعم. قبل سنة 90. لماذا لم تكن أزمة الكهرباء متجددة كهذا الحال وهذه الأرقام التي ذكرتها كلها؟ بل كان العراق له ميزان تجاري، وكان له صادرات، وكان له واردات، وكانت قيمة العملة العراقية في السبعينات تعادل 3 دولار. يعني لماذا هذه الأزمات ظهرت بعد سنة 90 بعد الحصار؟ أليست هناك إرادة دولية لتدمير القطاع الكهربائي في العراق؟ القطاع الكهربائي في العراق يا سيدي مثل كل القطاعات تتأثر في الحصار، لكن لنتكلم عن العشرية الثمانينية من 1980 إلى حد 1989، 10 سنوات. في ذلك الوقت العراق كان عده في قبل دخول الثمانينات كان إنتاجه من الكهرباء حوالي 1.6 جيجا واط، تحول من 1.6 جيجا إلى حوالي 9.5 جيجا عام 1989 بأنجح قطاع. لم تكن الانقطاعات يراها المواطن في ذلك الوقت. بالإضافة إليها كانت شبكة الكهرباء العراقية من أحسن الشبكات في العالم، خسائرها كانت مزيد عن 5%، بينما اليوم وصلت إلى 60-65% الخسائر. بهذاك الوقت في تلك العشرية كان حوالي 5% فقط الخسائر، بمعنى أنه الدولة ليس هناك ضغط عليها في مجال إنتاج الكهرباء، بل بالعكس. المضحك المبكي أنه في ذلك الوقت خصوصا عام 1989 بدأ العراق يصدر الكهرباء بخطين إلى تركيا، وبخطين إلى 3 إلى مصر والأردن واليمن. تصور يصدر الكهرباء لدول المجاورة في تلك الفترة. نعم لديه باب، هو يحتاج 5 جيجا ولديه 9، فبالتالي عنده هذا يعني هاي الكمية. نعم. شكرا أستاذ دريد، سوف أعود إليكم مرة أخرى، ولكن بعد فاصل قصير. مشاهدينا الكرام، متابع سويا هذا التقرير المصور عن ملف الكهرباء في العراق. Thank you.
إذن مرحبا بكم مرة أخرى في عنوان حلقتنا عن الكهرباء في العراق، أزمة متجددة. بالعودة إليكم أستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، لسان حال المواطن العراقي يقول: ألسنا أحق بالاثنين مليار ونصف دولار التي تحرق بسبب الغاز المصاحب الذي يحترق في الهواء؟ دائما من 2003 وإلى الآن هناك تظاهرات كل صيف متجددة تخرج للمطالبة بالحقوق الإنسانية. يعني العراق يحترق في الصيف، المواطنون يعني يقتلهم الحر الشديد، والحكومات تتفرج عليهم في داخل أبنيتهم في المنطقة الخضراء المبردة على الدرجة الأولى. أستاذ أحمد، يعني الآن المواطن العراقي من وجهة نظرك لسان حاله ماذا يقول في هذا الحر بمواجهة في المقابل الطرف الآخر السياسيون المتنعمون بكل ما لذ وطاب من كهرباء ومن بيئات ومن مصايف في خارج العراق في فصل الصيف؟ بالتأكيد أخي الكريم، يعني المواطن العراقي وهو ينظر إلى هذه الأموال الطائلة التي صرفت على ملف الكهرباء، أكثر من 80 مليار دولار وربما أكثر صرفت على ملف الكهرباء، واليوم يغرق في الحر، ويعني أثر ذلك بشكل كبير على صحة المواطن العراقي وعلى يعني مستوى معيشته. فالدول المحترمة هي التي يعني تنفق ما تمتلك من أموال على رفاهية شعبها وتوفير الخدمات وتوفير كهرباء يعني مستقرة وتوفير بيئة صحية آمنة للمواطنين. لكن يعني اليوم المواطن العراقي في الحقيقة يعني أصبح يعتقد أن إصلاح ملف الكهرباء يعني أصبح من المستحيلات. لذلك يعني كان على الحكومة الحالية والحكومات السابقة التي كانت دائما ترفع شعار إصلاح ملف الكهرباء وإنهاء معاناة المواطنين، لكن للأسف يصطدم المواطن العراقي بحقيقة أن هذه الأزمة مستمرة وبيوت العراقيين مظلمة لا كهرباء فيها وهم تحت رحمة صاحب المولدة. لذلك يعني استخدام أموال الدولة وإمكانياتها يعني ينبغي أن يتم يعني بشكل شفاف لتطوير ويعني إضفاء الرفاهية على حياة المواطن. وهذا يعني في الحقيقة يعزز ثقة المواطنين بحكومتهم، وبالتالي ينعكس على الوضع السياسي وعلى الوضع الأمني. اليوم يعني أكثر المشاكل اللي يعاني منه العراق هي المشاكل الأمنية ومشاكل البطالة. وباعتقادي لو كانت هناك خدمات وبنية تحتية صحيحة ومستقرة للكهرباء لوجد العاطلون عن العمل يعني فرص عمل، وأيضا لوجدت الشركات التي تبحث عن الاستثمار في العراق البيئة الصالحة للعمل والاستثمار في العراق بالتزامن مع يعني توفر الكهرباء وتوفر الخدمات الأخرى. نعم أستاذ أحمد، ابقى معي لو سمحت. أستاذ عبد الله، استمرار الأزمات يؤثر على المعادلة السياسية لديمومة بقاء العراق ضمن دائرة النفوذ الإيراني. يرى الكثير من المراقبين والمحللين والخبراء الاقتصاديين أنه صناعة الأزمة هي صناعة متعمدة من أجل بقاء العراق ضمن دائرة النفوذ الإيراني وعدم السماح له بالنهضة الاقتصادية، لأنه إذا نهض العراق اقتصاديا فمن الذي سوف يتطوع في الميليشيات التي تقوم بتوسيع النفوذ الإيراني في اليمن، في سوريا، في لبنان؟ يكون المواطن يعني روحه غالي عليه، أنا لا أذهب إلى أتطوع إلى ميليشيات وأموت في سوريا، بل أعمل في بلدي في المشروع الصناعي في المشروع الزراعي. إلى أي مدى استفادت إيران من صناعة الأزمات داخل العراق من أجل توسيع نفوذها بالمنطقة؟ إيران وأمريكا تناوبوا على ملف الكهرباء لكل له غاياته. الغاية الأمريكية يعني تعقيبا على حديثك قبل الفاصل
أمريكا استخدمت ملف الكهرباء مع إيران كجزرة للمفاوضات ما بينها في كل الحالات السياسية، من ضمنها الملف النووي. فسمحت لإيران أن تستخدم الكهرباء كضغط سياسي وهيمنة سياسية على العراق، بإضافة إلى متنفس اقتصادي لسرقة أموال العراق وتحويلات العملات الصعبة من خلال استخدام الكهرباء. وتستخدم أيضا العصا عندما تضغط على بعض، تختلف مع إيران في نقطة معينة من المفاوضات، تدفع مثل ما دفعت حكومة الكاظمي على أن يدفع بمشاريع وهمية هو الحصول على الكهرباء من الدول العربية مثل الأردن وغيرها. بالتالي هذه هي عصا ضد إيران وليس هو خدمة للمواطن العراقي أو تنويع بالمصادر. لذلك نحن نرى أن هذا المشروع مجرد كان على وسائل الإعلام ولم تتخذ له أي أرضية أو بنية تحتية لهذا المشروع. هذا بالنسبة للجانب الأمريكي. أما الجانب الإيراني فهو يعتبر الهيمنة السياسية والأمنية على العراق من خلال الاقتصاد أيضا، فذلك هو يهيمن على الاقتصاد العراقي من خلال الكهرباء والسوق العراقية والصناعة العراقية، كلها يهيمن عليها إيران لمصلحة أنه يطور نفوذه من خلال سوريا ولبنان، وبالتالي يكون يضعف منافسيه في الإقليم وهم المنطقة العربية وحتى تركيا والكيان الصهيوني تعتبر منافسين إقليميين، لأنه المنافسة ما بين الكيان الصهيوني وبين إيران على رقعة النفوذ الموجودة في المنطقة. فبالتالي إيران تستخدم الكهرباء وتستخدم الاقتصاد العراقي كوسيلة ضغط على المنطقة وتوسيع نفوذها الإقليمي والتحكم في السوق العراقية بشكل كامل، وبالتالي تهيمن، يعني معروف هذا، هيمنتها على الأمن العراقي من خلال أذرعها العسكرية المسلحة الموجودة في العراق بشكل رسمي، من خلال الحشيد ومن خلال كتلة المالك الموجودة في السلطة. فبالتالي إيران بهذه الطريقة تهيمن سياسيا على المنطقة. لما تكون إيران مهيمنة على العراق الآن، ألا تعتقد أستاذ عبد الله سلمان الجغرافية أكثر من أي بلد آخر في المنطقة؟ ألا تعتقد الآن المواطن أصبح على وعي كامل بما يسبب أو بمن يسبب الأزمات في العراق؟ المواطن العراقي كل ما نحن نذكره الآن هو يدركه قبلنا، يعني نحن نستوحي هذه الآراء من خلال فهم الشارع العراقي لهذه الحالات، إضافة إلى العمق السياسي في المنطقة. لكن المواطن العراقي يدرك تماماً أن إيران متمسكة بالعراق وتعتبر يعني الكهرباء أحد وسائل الضغط عليها، ولذلك كل يعني الشعارات اللي رفعت سياسياً من قبل يعني ثوار تشرين، إيران برا برا، المقصود إيران أن تفك يعني تفك نفسها من العراق وتفك قبضتها من العراق وتترك العراق لأهله. وبالتالي الشعب العراقي يعرف تماما الدور الإيراني والدور الأمريكي في إضعاف قدراته الاقتصادية والكهرباء والصحة والصناعة والتعليم. المواطن العراقي يعني يشرح هذه المسائل بوضوح أكثر مما احنا نتحدث. المواطن العراقي واعي لكل الأزمات ولأسبابها ودوافعها ومن يقف خلفها. فبالتالي المسألة واضحة عند الشعب العراقي، ليس فيها غموض إلا أن تبقى توازن القوى ما بين القوى الحاكمة وبين الشعب كبيرة، أن تمتلك هذه القوى الحاكمة واللي هم الإطار يمتلكون كل القوى القمعية والأمنية والاستخبارية وغيرها ضد الشعب العراقي لإسكاته عن المطالبة بحقوقه الطبيعية، ومثل ما تفضل ضيفك الكهرباء يعني من أبسط حقوق الإنسان في أي بلد. طيب ابقى معي أستاذ عبد الله. دكتور دريد، العراق تاريخيا في سنة 91 بعد الدمار الشامل والكامل للبنى التحتية بالكامل ومع وجود الحصار الاقتصادي، أعاد العراق بكفاءاته
الوطنية، كفاءاته العراقية الخالصة، ليس هناك كفاءات من باقي دول العالم، وقام بتصنيع المواد اللازمة لإعادة البناء من جديد في غضون شهرين وثلاثة أشهر وأربعة أشهر، وأنهى الأزمة إلى أن أصبح موضوع الجدولة في كل يوم تقطع أربع ساعات أو ثلاث ساعات وإلى آخره من فترة الحصار الاقتصادي. هذا يعني أن العراق فيه من الكفاءات العلمية ما يكفي لإدارة دول وبناء دول وليس فقط العراق. كيف أثرت إيران ولنقل يعني بعد احتلال العراق هناك دول يعني يصفها مراقبون أنها مستفيدة من الواقع العراقي الحالي، مستفيدة اقتصاديا ومستفيدة سياسيا ومستفيدة في النفوذ. من وجهة نظرك، لنغير صيغة السؤال، لو كان العراق ليس في موقعه الجغرافي الحالي، ما هو المطلوب لكي ينهض؟ يحتاج العراق اليوم إلى تدريب كوادر فعالة، ومن الممكن أنه تحرك عجلة وتطور كفاءة المنظومة الكهربائية. حقيقة هذه هي جزء من أو أحدى مشاكل الكهرباء العراقية خلال هذه الفترة. تصوروا، أعطيك مثالا، لدينا في العراق 25 ورشة لتصليح المحولات التي تستعمل أمام البيوت. هاي ال 25 لا وجود للكفاءات حتى في تشغيلها، مع العلم هناك تكدس في الكوادر لديها عالي، ولذلك تلاحظ أنه مستوى تصليح المحولات في العراق تناقص من خلال ال 30 سنة الأخيرة عن ما كانت عليه سابقا. هذا واحد منها. الشيء الثاني أضيف إلى أنه الكوادر الشبابية خصوصا في وزارة الكهرباء ليست حقيقة مهيئة لاستلام هذه المستويات من محطات الكهرباء المتطورة، لذلك تشوف أنه إدارة هذه المحطات ليست بتلك الجودة. أعتقد أنه يحتاجون تطوير عمودي وأفقي، وخصوصا في بناء يعني مراكز تقنية للتطوير من قبل الشركات الضخمة، مثلا هيتاشي اليابانية أو جي إي الأمريكية أو حتى سيمنس الألمانية. وهذا المشكلة لا يحدث. تحدثت مع مدير سيمنس في العراق، يقول لي مع كل رئيس وزراء أنا ألتقي به أطلب منه أن يعمل مركز ضخم جدا، يعني تكلفة بحوالي 250 مليون دولار لبناء القدرات العراقية والكوادر المتخصصة في مجال الكهرباء والتقنية حتى بشكل عام للعراق ككل. لكن الإجابة ليست نعم أو لا، الإجابة مفتوحة. وبالتالي قال أنا خلال السنوات الأخيرة لم ألتقي برئيس وزراء إلا وأقول له. وبالتالي هل تعتقد دكتور أنه هناك موانع دولية؟ لا نقول موضوع الفساد معروف، يعني حتى الحكومة في العراق تصف نفسها بالفاسدة وتقول نحن نسرق أمام الشعب، أمام القنوات الفضائية يتحدثون، يعني الأمر أصبح طبيعيا يعني لديهم. يعني هل تعتقد بأن الشركات الأجنبية الفرنسية الهولندية الألمانية التي ذكرتها هناك موانع دولية، هناك عوائق وسدود كونكريتية تمنعها من العمل الفعلي لإصلاح منظومة الكهرباء أو إنشاء منظومة كهرباء جديدة بأموال العراق؟ هذه مسامير جحا. التعكس بالفاعل الدولي والفاعل الإقليمي أحد مسامير جحا، هي مسامير عدة لتخفيف حدة المشاكل وكذلك الهروب للأمام. نحن مشكلة العراق حقيقة خصوصا في الطاقة، إذا كانت النفط، إذا كان إنتاج النفط والغاز، إنتاج البنزين، المكررات وغيرها، وكذلك الكهرباء، كلها مشكلتها داخلية صرفت.
لا وجود، يعني الفاعل الدولي ليس فاعلا في هذه المشكلة ولا يريد أن يعني يطورها. لا أنا لا أدري متى ستنتهي هذه الحجج، الفاعل الأمريكي، الفاعل البريطاني، الفاعل الإقليمي، الكل يأتي بتلك المسامير ويضعها تحسبا لأي شيء. وإحنا متحضرين من 3 أشهر على فكرة، أنا متحضر من 3 أشهر لهذه الأسباب وحافظيها، لأنه إحنا كل سنة راح نطلع بكل القنوات وراح نحكي نفس الكلام حول نفس الموضوع بنفس التفاصيل. هذه هي مشكلة العراق، مشكلة داخلية صرفا، مشكلة إدارة، مشكلة ضعف كوادر، مشكلة عدم فاعلية الاستراتيجيات أو خطط استراتيجية، مشكلة نقص التخصيصات، مشكلة التقادم كله، مشكلة عدم مصارحة الشعب بالحقيقة. هذا يستمر كل سنة من الشهر العاشر، آسف، من الشهر السادس أو الخامس اتجاه الشهر 11 نصا، كأنه كتاب مكتوب منذ 2003 إلى حد اليوم، لم يتغير قيد أنه. شكرا. نعم، شكرا جزيلا دكتور دريد. أستاذ أحمد الجميلي، في دقيقة واحدة لو سمحت، هل تعتقد أو تتوقع أن تكون هناك ثورات بناء على التظاهرات التي خرجت للمطالبة بالكهرباء؟ هل تتوقع أن يكون هناك شيئا مشابها لما حدث عام 2019؟ يعني بالتأكيد، يعني الظروف التي يعني أدت إلى خروج تظاهرات تشرين في وقتها كانت يعني تتعلق بمطالب توفير الخدمات وتوفير فرص العمل وتحسين معيشة العراقيين. اليوم يعني كل هذه الأسباب ما زالت قائمة، لا توجد الكهرباء، هنالك بطالة كبيرة، المصانع ما تزال مغلقة، والبلد يعتمد اعتماد كلي على الاستيراد، العراق لا يصنع أي شيء، فقط يستهلك. لذلك أعتقد أن يعني موضوع الكهرباء سوف يخلق مشاكل للحكومة الحالية، وقد شاهدنا بالحقيقة اليوم يعني هنالك حراك شعبي في محافظات جنوب العراق ضد تردي الخدمات وضد انعدام الكهرباء وسط يعني هذا الحر القائض الذي يعني يهلك الحرث والنسل. فأعتقد يعني مسألة الكهرباء تبقى عامل خطير وقنبلة موقوتة سوف تنفجر في أي لحظة ضد استقرار الحكومة الحالية. نعم أستاذ أحمد، شكرا جزيلا. في أقل من دقيقة أستاذ عبد الله، نظام المحاصصة ووجود الكهرباء متضادان، إذا وجد أحدهما لا يوجد الآخر، إذا وجد نظام المحاصصة لا وجود للكهرباء، إذا وجد نظام المحاصصة لا وجود للتنمية، هل هذا الأمر سيستمر مع دوام هذا النظام؟ تأكيد سيستمر، لأنه النظام المحاصصة هو جاء ليتحاصص على خيرات العراق وفاقد، وهذه المسألة الأساسية والجوهرية في الموضوع، أن هذه المنظومة السياسية فاقدة للإرادة الوطنية وفاقدة للمواصفات الوطنية وفاقدة للحس الوطني بالحرص على الشعب العراقي، وهي تهدف أساساً لتنفيذ أجندات أجنبية إيرانية أمريكية خالصة لتدمير الشعب العراقي ومنع نهضته. وبالتالي هذه هي المشكلة الأساس، أن النظام السياسي لا يسمح للعراق أن ينهض ويستهدف المواطن العراقي بصحته وفي الكهرباء وفي التعليم وفي كل مجال من مجالات الحياة. إن هذا النظام السياسي والمحاصصاتي هو المسؤول الأول عن كل ما يعانيه الشعب العراقي من أزمات مختلفة ومتعددة. شكرا جزيلا أستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، وشكرا جزيلا أستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، وشكرا جزيلا دكتور دريد عبد الله الباحث في مجال الطاقة. نشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا الكرام، وإلى اللقاء.